رويت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عظم فضل صلاة الضحى ومكانتها، لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب للفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وروي أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. ومما يدل على فضل صلاة الضحى ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقوله في الحديث: ويجزئ عن ذلك، أي يسد عن ذلك ويقوم مقامه أداء ركعتي صلاة الضحى، وفي ذلك فضل عظيم ظاهر لصلاة الضحى. ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى لأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم تدل على عظم فضلها، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى أحدا فحينئذ وصيته لجميع الأمة كذلك، إذ لم يرد تخصيص في ذلك. ومما ورد في فضلها ما جاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال المبارك فوري رحمه الله: قوله ثم صلى ركعتين أي بعد طلوع الشمس، وهي تدل على صفة جميلة في العبد، وهو أنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل، لا سيما إذا صلاها في آخر وقتها وهو الوقت المستحب. وصلاة الضحى صلاة تشهدها الملائكة، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن الصلاة مشهودة محضورة. أما عن عدد ركعات صلاة الضحى فاتفقت المذاهب الفقهية الأربع على أن أقل عدد لركعات صلاة الضحى ركعتين، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه والذي سبق ذكره، كما أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى أقل من ركعتين، بالإضافة إلى أن أقل ما يشرع في الصلاة ركعتين باستثناء صلاة الوتر، ولذلك فلا يجوز التطوع بركعة واحدة. أما عن وقت صلاة الضحى فيبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد 15 دقيقة تقريبا، وينتهي قبيل الزوال. وأفضل وقت لأدائها هو وقت الاستحباب عند علو الشمس واشتداد حرها، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. واستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، أي حين تشتد حرارة الشمس. حكم صلاة الضحى: صلاة الضحى نافلة مستحبة، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله، فالدال على الخير كفاعله.